أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل مدنيين اثنين وجرح عدد آخر إثر اشتباكات اندلعت بين أحرار الشام من جهة وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، استخدم فيها الطرفان الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حيث قتلت امرأة مسنة على أطراف بلدة إحسم وشاب في بلدة إبلين بجبل الزاوية، فضلا عن عدد من الإصابات في صفوف المدنيين. خاضت القوات العراقية بإسناد جوي أمريكي معارك ضارية لتحرير قرية في جنوب مدينة الموصل احتلها داعش مؤخرا، وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش يواصل عملياته من محورين يتقدموا للسيطرة على قرية إمام غربي في ناحية الجيارة التي احتلها أفراد داعش قبل أسبوعين. نجحت أجهزة الأمن في البحرين من ضبط جماعة إرهابية تتلقى تمويلا من حزب الله اللبناني لزعزعة أمن المملكة، وأوضحت التحريات أن حزب الله اللبناني يقوم بتمويل ودعم كثير من الأشخاص بهدف إرسال تقارير مزورة عن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين بغرض الإضرار بمصالحها القومية. قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عقدا اجتماعا ثانيا لم يكشف عنه من قبل خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في وقت سابق هذا الشهر في ألمانيا. هذا ولم يذكر المسؤول في البيت الأبيض مدة الاجتماع الثاني أو الموضوعات التي تناولها. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن سيول وواشنطن لديهما الهدف ذاته، وهو نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية. وقد جاء هذا التصريح وسط تكهنات بأن الحليفين يختلفان حول مقترح سيول لعقد محادثات بين الكوريتين. حلت العاصمة الإماراتية أبوظبي في المركز الثاني عالمياً كأفضل مدينة للإقامة وممارسة الأعمال، متفوقة بذلك على عدة مدن أوروبية بحسب مؤشر إبسوس للمدن العالمية لعام 2017، واحتفظت نيويورك بالمركز الأول وبفارق ضئيل بلغ 2% عن أبوظبي بحسب الاستبيان. كشفت دراسة جديدة أن الغربان يمكنها التخطيط للمستقبل أفضل من طفل عمره 4 سنوات، ويمكن لأنواع من الغربان تخيل الأحداث المستقبلية عن طريق التفكير الذهني، كما يمكنها التحكم بالرغبات النفسية لتأخير شعور الإشباع. الموجز إلى اللقاء.